سيدنا الاعزاء اينما كنتم اهلا وسهلا ومرحبا بكم. رقم 18 غودي وفالع، رقم 29 الشيخ سما، رقم 15 سالم سالم، رقم 24 جبريل مبوجة التي تقود هذه المباراة نادي سليم. سليم كان صادو إذا انتصر اليوم سيبقى في المركز الثالث ب31 نقطة، والكرة خطيرة جدا من عناصر سليم كان صادو تحولت إلى ضرب ركنية ونادي كيد. عفوا شديد، آخر مباراة لسليم كانسادو كانت امام نادي اف سي الوادي بو، والكره خطيره جدا على كبير بقيمه نادي سليم كانسادو. الكره تلعب بينيه خطيره لنادي كايدي، خطيره خطيره، جول جول، ضاعت الكره على عناصر كايدي، ما زالت خطيره لعناصر سليم كانسادو. البحث عن مرور، تمريره خطيره، كره خطيره خطيره لعناصر سليم كانسادو، تسديده مرت سلامات. كنت الاني في اللقاء، تنهي مجريات الشوط الاول بتعادل سلبي بدون اهداف بين سليم كانسادو ونادي كايدي. وسلم سلم وجبريل مبوجة وسيدي، الكرة رمية جانبية لفريق نادي سليم. الكرة تلعب ليوسف وار، يوسف وار يتقدم، يوسف وار يسدد خطيرة، اعادت سلامات للحارس او عبد العزيز ولي. يسترجع الكرة لعناصر كايدي، تسديدة والهدف الأول لعناصر نادي كايدي في هذه اللحظات. خطأ فادح جدا لمن كاليد، ما هدف رائع في وقت مناسب. هنا الإعادة للكرة، الهدف هنا، التسديدة والحارس كاليد با. عناصر نادي كايدي، تسديدة تصطدم في دفاع، ما زالت المحاولة قائمة، والكرة والثاني لعناصر نادي كايدي يضيع، ما زالت المحاولة ولكنها ضاعت، لحسن حظهم ضاعت ومرت سلامات. تنفذ الرمية، رأسية خطيرة، والتعادل التعادل التعادل لنادي سليم. سليم كانسادو يقول لا، يقول لا. الله على كورة رائعة من سيدي بابا سعيد، سيدي بابا سعيد، كما أنت سعيد وكما أسعدت أبناء الجميع وكما أسعدت اللاعبين والمدرب. سلام تنهي المباراة في هذه اللحظات كأنه فيلم سينمائي، كأنها خاتمة الأبطال في المسلسل وفي طبعا الأفلام. إذن